يلا شباب، هنحل مع بعض دلوقتي أسئلة القواعد النحوية من المتميز. أول سؤال رتال، حل يا رتال. هو ما تحته خط ضمير غائب. برافو، غائب. يلا اللي بعده. هاشم، التلميذان مثنى ولا جمع ولا مفرد؟ التلميذان مثنى. برافو. ذهب نقط إلى النادي نشيطان. اللاعبان اللاعبين. برافو. أخذ المتفوقون جائزة مفعولا به. برافو. يلا يا ريتين. التدخين. رئتين لا، رئتان. المفعول به رئتين في المثنى بينصب بالايه؟ لسه انت قايله لي أيوة هو ما فيش رئتين مفعول به في المثنى، اللي هي بتبقى فيه ألف. مفعول به. لا يا لولو، مفعول به بينصب بالياء. يا ميس أنا عمالة أروح لك، هي دي اللي هي ألف. اه، انا افتكرتك بتقولي الرئتان اللي بالالف. طيب، شطوره يا رتوله يا جميله. يلا يا هاشم، السؤال اللي بعده. الفلاح تعرف؟ أقول هنا يا ميس حصد الفلاح الحق هنا. الفلاح دفاع. برافو. حضرت برافو. التي فازت بالجائزة. بخاطر المهندس المشروع، إعراب المشروع. إعراب المشروع مفعول به. برافو. نالا المتفوقة الجائزة. المتفوقة تعرف؟ فعل فعلا. يجعلك سعيد. أنهي واحدة يا أنا ولد؟ التفاؤل. ليه، ألف ولا باء ولا جيم؟ ألف نعم؟ اللي هي التفاؤل. قل باء لا، دي كده اسمها التفاءل، بس هي بس للتفاؤل. انا هقول على التفاؤل. قل هي ماشي، ما انا كوبايه. عماله اقول لك يعني الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. قولي الثانيه. يلا حبيبي، ساعد الرجل. مين؟ يلا ريتال، انا اسف. يلا ريتال. ماشي. ساعة الرجل الطفل. الطفل لا دال لأنها مفعول به منصوب وعلامة نصبه وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. برافو. برافو. قرأ الطفل يا هاشم قصتان ولا قصتين ولا القصص؟ قرأ الطفل يلا يا يوسف. قصتان. قصتان قصتان. غلط يا يوسف. المثنى المفعول به في المثنى بينصب بإيه يا يوسف؟ قصتان قصتان قصتان. برافو عليك، قصتين. أخذ الجائزة المتفوق. اعرب ما تحته خط تعرب. بس أنا الجائزة فاعل. فعل. فعل. هو دور هاشم يا ريتال. طب قولي هاشم لما تاني اللي بعدها. بصوا بعد كده هنمشي بالدور. المدربون ماهرون. برافو، نمشي بالدور. ريتال، هاشم، يوسف. ماشي، يلا يا ريتال. اللي جاوب قرأ الفلاح. الطفل. انا فاكره هاشم اللي جاوبها، عشان كده جاوبت رقم. لا، ده كان يوسف يا جميل. كلمة الفلاح هتعرب ايه يا ريتال؟ زرع الفلاح القطن. كلمة الفلاح فاعل. انا برافو. مكنتش شايفة الفاعل.
هاشم. حاضر يا مس. هنا قرأ عمر الصحف. عمرو الصحف. عمرو الصحف. الصحف كلمة الصحف منصوبة. كتب المعلم نقط وصححهما. يا يوسف كتب ايه؟ كتب المعلم رسالتين. المدربون يا ريتال. المدربون ماهرين. ماهرين. المدربون دي تعرف ايه ازاي؟ ماهرون. المدربون يا ولاد مبتدأ، يبقى برافو عليكي، يبقى ماهرون خبر. برافو عليكي يا حبيبي، كده احنا حلينا 18 نقطة. مش أنا اه يلا يا هاشم، رقم 19 يا ذهب حبيبي. إلى الشيطان. ايه؟ اللعبان ذهب إلى النادي مع الشيطان. اللاعبين. برافو عليك. تسلق الشجرة الأطفال. يا يوسف كلمة الأطفال. كلمة الأطفال يا حبيبي، تعرف إيه؟ يوسف فاعل ولا مفعول به ولا نعت؟ الأطفال نعم فاعل. برافو عليك، فاعل. اللي بعدها يا ولاد، الجملة التي بها جمع تكسير هي إيه يا ريتال؟ أنا لا ريتال، ريتال الجملة اللي فيها جمع تكسير. الحيتان على الشاطئ، ولا يحب التلميذ الفنون، ولا الثوران بالحديقة بالحظيرة. ريتال افتح المايك. الحبتان على الشاطئ. لا غلط، الحيتان. الحيتان على الشاطئ. لا طبعا، الفنون. يحب التلميذ الفنون. الفنون دي جمع تكسير، مفردها فن. ميزة الحيتان. آخرها واو. لا آخرها ايه؟ صنون. واو لا، ازاي؟ الحيتان. الحيتان هنا اتنين مثنى. أرضعت الأم الطفلة أمام الجيران. المفعول به في الجملة إيه هو؟ أنا اه يا حبيبي شدام. الجيران المفروض هي الجيران. غلط، ده الجيران هنا مضاف إليه. الطفلة. 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 برافو عليك. يحافظ المواطن نقط ممتلكات بلاده. نحافظ المواطن من ولا في ولا على؟ يوسف من ولا في ولا على يوسف؟ يحافظ المواطن على ممتلكات. برافو على المكان ده. ساعد نقط المحتاجون ولا المحتاج ولا المحتاجين؟ ساعد المحتاجون. المحتاجون.
نظف الشارع، مثلا العامل كلمة الشارع هتعرف فاعل ولا نظف مفعول ولا مفعول به؟ الشارع، نظف الشارع العادي، كلمة الشارع فاعل. يعني الشارع هو اللي نظف نفسه؟ لا العام يبقى مفعول ايه؟ بيه. يبقى مفعول به يا هاشم. نركز، ايه اللي حصل هنا يا ولاد؟ حصل تقديم من تقدير المفعول الكلمة به عامل العامة. الفاعل. برافو. يحب الجميع الأطفال، نقط الأطفال. براءة، أنهي واحدة براءة؟ أنا مش هجاوب ولا مين؟ يوسف اللي عليه الدور يا يوسف. مش ما يوسف مش هجاوب انت شايف. يحب الجميع براءة الأطفال. أنهي واحدة براءة، الأولى ولا الثانية ولا الثالثة يا يوسف؟ الثانية. الثانية. برافو عليك، معاك قلم، علم على طول يا يوسف. ذهب صديق إلى المكتبة، كلمة يذهب فعل إيه يا ريتال؟ جه على دورك أهو الفعل. برافو عليكي، ماضي مضارع. برافو. طيب السؤال اللي بعده بيقول، ثواني يا ولاد، أنا يا باشا، أنا يلا يا هاشم. الوطن الوطن، الوطن قلوبنا، كلمة الوطن اسم فيها ألف ولام ولا تاء مربوطة ولا تنوين. الوطن فيها تنوين؟ لا ال ألف رقم ولام. ألف. يفرح يفرح التلميذ، نقط يتفوق في الامتحان. يلا يا يوسف. هذان هما الفريقان اللذان يتنافسان. برافو. اللذان، نحن متعاونان، عند استبدال الضمير نحن بضمير المخاطب يبقى اسمها ايه يا ولاد؟ أنا لا اللي عليه لا دور بس ريتال. أنا ريتال، ليش أمس أنا لا ريتال اللي عليها الدور يا ريتال. ماشي بس رتولة. أنا أميس كل دول مع بعض. أنا واحدة فيهم ده كل ده وعايز ايه؟ يعني نقول أنتما متعاونان ولا أنتن متعاونان ولا أنتم متعاونون؟ أنهي واحدة الصح يعني؟ ما هم التلاتة ضمير مخاطب، بس التلاتة فيهم اتنين غلط وواحدة صح. انتم متعاونون مش دوري. يلا يا هاشم. شرح الدرس مين اللي شرح؟ المعلم، شرح المعلمون. برافو عليك، انت شطور خالص يا هاشم، ما شاء الله عليك يا حبيبي، جميل ما شاء الله عليك، نجم الهاشم يا ولاد لانه فعلا متميز وشاطر. يلا يا جميل يا يوسف. اوكي. المدربان بارعان، انت قلت الاول صح، ما تلخبطش، كنت هتاخد نجمه، ليه كده بوظت الدنيا؟ مش دي مبتدا يا يوسف مرفوع بالالف لانه مثنى، يبقى الخبر زيه مرفوع بالالف برضه لانه مثنى.
يوسف بارعان. يلا يا رتاب، الجنود هم نقط. برافو عليك اللذين اللذين. تيجي كمان بس انا امتحنت امتحانات نص السنة. انت خلصت يا حبيبي؟ لا بس امتحنت في امتحنت في المعهد بتاعي، بس ما امتحنتش اونلاين، لسه امتحن اونلاين. يعني هو انت سفارة ولا ايه؟ مش فاهم. ايوه سفارة، ماشي حلو اخدت في العربي 24 من 25. ما شاء الله، شطور يا حبيبي. يلا انت شاطر ما شاء الله عليك. الجنود هم نقط، قلنا الذين. وقف العصفور نقط الشجرة، إلى ولا في ولا على؟ حاضر يا مجنون، وقف العصفور على الشجرة. برافو عليك يا شريف. آخر سؤال، لا تكتب على الحائط، ده أسلوب إيه يا ريتال؟ مس 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 لا تكتب على الحائط، ده أسلوب أمر. لا غلط. غلط، المس نهي. نهي. اللي بيبدأ بلا يا ريتال بيكون أسلوب نهي، بيكون إيه يا ريتال؟ بلا منها. لا لا تبقى أسلوب نهي. متشكرة أوي ليكوا يا شباب، ريتال وهاشم كنتوا متميزين، ويوسف برضو خرج بس كان برضو شطور. متشكرة ليكوا جدا ولالتزامكم، وأشوفكم إن شاء الله الحصة الجاية على خير. السلام عليكم.